الأساس إلى الشخص المباشر كلهم. هؤلاء لهم عذاب لا نظير له في يوم القيامة، لا نظير له. اقرأ الرواية الشريفة إطلاقا لا نظير له. بعض هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية أمرهم على الأقل من الناحية الظاهرية كانوا على الجادة، كانوا على الصراط. يعني إخواني القضية جدا خطيرة، جدا خطيرة. اليوم أيضا هكذا، بعض من يحارب اليوم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية أمره حسب الظاهر إنسان عادي على الدرب على الطريق، هذا الخطر ليس بعيدا عن الإنسان.